الكاشف الضوئي او الماسح الضوئي وهو من خاصيته ان هو يمسح اربع اماكن في اليد في سبع ثواني بنتائج تصل الى 95% هو جهاز معتمد عالميا في اوروبا وفي امريكا وتم اعتماده في وزاره الصحه الاماراتيه وفي معظم الدول الخليجيه والبلاد العربيه لانه بقى له اربع سنين في العالم كله معتمد في امريكا واوروبا واستراليا واسيا كل البلاد الهدف منه هو كشف وقائي يكتشف شكوتك وهل هذه الشكوى قد تؤدي في المستقبل لاي مرض طب ليه في هذه الدقة؟ لأنه بيقرأ من داخل النسيج الميزة هي القراءة من داخل النسيج وليس من أي نسيج آخر